أعضاء النادي في كلمة لكابتن محمود الخطيب، ومنه الفاصل، وبعد الفاصل نتواصل. كل سنة وانت طيب يا كابتن محمود، وإن شاء الله إن شاء الله ترجع لنا سالم معافى بأمر الله تعالى، وعقبال مليون سنة في النادي الأهلي إن شاء الله. كل سنة وانت طيب، وكل عام وحضرتك بخير، وعقبال 100 سنة كده بصحة وسلامة وسعادة دايما يا رب. كل سنة وانت طيب يا كابتن بيبو، وإن شاء الله عقبال 100 سنة انتصار وسعادة وتقدم دايما يا رب. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيب، وأقول له أنت قيمة كبيرة جدا جدا لكل أهلاوي، لكل عضو في النادي الأهلي. القيمة بتاعتك موجودة في كورتك، في لعبك، في إدارتك، في تعاملاتك، بقيمك، بقيم النادي الأهلي. كابتن محمود، أنا بحترم جدا جدا إن أنت ما بتردش على مهاترات، بحترم كتير جدا جدا إن أنت بتدير في صمت. مصلحة النادي الأهلي هي مصلحتك، هي مصلحتنا. أنت بترسخ القيم اللي موجودة في النادي الأهلي من سنين ومستمرة، وإن شاء الله هتستمر، وإحنا معاك في كل حاجة وبنأيدك في كل حاجة، وبنقول لك مع الأهلي الحلوة والمرة، ودي أهم حاجة. مفيش نادي بيكسب طول العمر، مفيش نادي بيخسر على طول، الأهلي بطولاته بتعبر عنه. القيم اللي موجودة هي أهم مكسب وأهم نتيجة إحنا بنوصل لها. كل سنة وأنت طيب يا كابتن، وربنا يخليك دايما للنادي الأهلي، ده رقم واحد. رقم اتنين، كفاية إن حضرتك أنت من شهر العظماء، طبعا 30 أكتوبر عيد ميلاد حضرتك 30 أكتوبر، فدايما يا رب، دايما يا رب النادي الاهلي كبير بيك. ربنا يديك عمر مديد وراي سديد ومسلك الرشيد، ويبارك لنا فيك في اداره النادي الاهلي، وكل سنه وحضرتك طيب.